لكن ما نسموش نقولوا العلم جائز اذا كان نقولوا ماهوش مستحيل عدم العلم اصبح العلم جائز ممكن ان يعلم من الشؤون الاليه قبل ان ممكن يقول لي هذا موسى طلب الله ممكن يعلم ولو ممكن اي هو موسى طلب اي طلب شو ضبط وقت يطلب الانسان لو يتوقع ماذا مش محقق انه يقع الجواب ولكن عند رجاء في وقوع هذا الشيء يتوقع جواز يتوقع يتوقع الاستجابه وهنا يقول ولا يمتلك لو قال ولا يمكن اذا ممنوع ان نستمع اي مش ممنوع ان يكون النبي غير عالم بما طلبه مش ممنوع هذا انا لتفاصيل الشؤون الالهيه قبل ان نقضيه وقد قال صلى الله عليه وسلم في طلبه اي وقل ربي زدني علما ولذلك او ذا بن عفور ماشي اي ذا سنه ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلهية لا يعلم كيفيتها بصفات الإلهية بصفات الإلهية بصفات الإلهية بصفات الإلهية لا يعلم كيفيتها إلا هو لأن هذا أين رأي أهل السنة واعتبره هو الرأي المقبول والواضح ونحن لا نريد هذا الرأي أنه في وجود الإمكانية بل أهل السنة يقول بالسمع يقول بالسمع واجبا وأنا سنأتي أن نصاحب بالليل الرازي نص الرازي أيضا مهم سيدي كلمة هو من أسماء الله الحسنى هو لا ما شفتش الحسن جاي بيتحدث عن الاسماء الحسنى قصد مش واحدة اما فيهاش بيتش فهو عند الصوفيه سيدي خلينا عارف منك كلمه الصوفيه والتخبيرات بتاعهم هو اخي كثير لله هو شوف روح النصوص استنادا على حديث المريض الذي يئن موجود عنه لكن فما بالنسبة للأخ جد شوي 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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم إن نسألك بكل اسم سميت به نفسك هو لك سميت به نفسك نزلته في كتابك أو عملته أحد أو استأثرت به في علم يعني الأسماء ربي تبارك وتعالى غير محدودة للعالم غير محدودة وإنما نتحدث عن الأسماء الحسنى المذكورة التي 99 اسم هي إلا واحد هي المذكورة في القرآن حسناتي في الحصة الثامنة بعددها و نص الرازي في نظري مهم Thank you.
إذا هذه نصوصها الحقيقية كافية في قول الوزن الكتاب. نعم قول الوزن الكتاب كتاب في الحصة القادمة تلقى عندي بكتابي سيدي تعليق عندي بالحكاية الرؤية في الدنيا مشغولة للمخلوقات المتحركة كل المخلوقات المتحركة زودها الله تبارك وتعالى في جهاز للرؤية الجهاز للرؤية هذا هو العين والعين هو جهازه له حدوده البشر يشوفوا نوع من أنواع الأشعة والحيوانات سيدي كذلك تنظر وتشوف أنواع أخرى من الأشعة لأننا نشوف الأشياء لما تسطع فيها الأشعة وترجع لنا نوع من الأشعة احنا نشوف حد معين من الأشعة ولا ننظر كل هناك حيوانات تنظر أكثر منا وتشوف حاجات موجودة في الدنيا احنا ما نشوفهاش وهي تشوفها سيدي عبارة أخرى أن هذه الوسيلة التي زودنا الله تبارك وتعالى بها التي وهي العين في الدنيا لها حدودها في النظر ماذا ترى وما لا ترى وهذا هذا ما فسر به أهل السنة في جزء منه قالوا لا تدركه الأبصار فإذا تدرك كل شيء تدركه تحيط به قد ترى شيئا ولا ترى الكل والممنوع والمنفي هو الكل هو الإحاطة وليس رسول الرؤية يعني يوم القيامة رؤية يوم القيامة ليست رؤية ربي تبارك وتعالى ليست كرؤية أولا تتغير الوسيلة لأن الوسيلة يجعل ربي تبارك وتعالى يزودنا بطاقة أخرى في العين اللي تنجم تولي تدرك غير معناها نفس القدرات الموجودة في الدنيا وهذا ما ذكر وأنه تأتي بطريقة بكفية لا يعلمها الله أي قادر على أن يمكننا من طريقة نرى بها مش على قدرة ولا صحيح والله ما هذا شيء قديم. هم الرؤية شو البصر ومن البصيرة. الرؤية الخلفية كالبصيرة. هي تك. هيك حتى المعتزلة ما نشوفهاش. فهو الإنكار في الرؤية البصرية. بالعين.